وسط مساعي دائمة لدمج التكنولوجيا في حياتنا اليومية، ترجم معرض الباسل للإبداع والاختراع هذه المحاولة التي نالت الأجهزة الطبية نصيباً مهماً منها. الروبوت يمنح الجسد المريض القدرات التي فقدها نتيجة الإعاقة. هذه كانت من إحدى المشاركات في المعرض. الكف هذا هو عبارة عن نظام كهروميكانيكي علوي داعم لحركة اليد، أي الأشخاص المصابين بالشلل في إيدهم عن طريق هذا الكف إن شاء الله راح يقدروا يحركوا إيدهم من جديد. هذا الكف بيعتمد برمجيا على أخذ السيالة العصبية القادمة من الدماغ وتحليلها على شكل نبضات طبعا، وتحليلها وتضخيمها عن طريق مرشحات، وتوجيهها إلى دارة الأردوينو اللي هي راح تقوم بعملها بأخذ هذه الإشارة وتحويلها إلى جهد لتخزين محرك السيرفو الذي هو سوف يقوم بعملية انحناء اليد. مشروعنا اليوم هو مؤازر حركي لمصابي الشلل، هو بديل حركي بحاكي عمل العضلات البشريه تماما، بس نحن معتمدين باليه العمل على الهواء المضغوط بدل الدم، يعني نفس العمل للعضلات البشريه تماما بس على الهواء المضغوط. طبعا حاكينا حركه الجزء السفلي لجسم الانسان باستعمال العضلات الصناعيه كبديل عن المحركات الكهربائيه. بتعرفي هلا المحركات الكهربائيه كلها عم تستخدم بالاطراف الصناعيه والروبوتات الانسانيه، وعم تكون استطاعتها قليله وعم تكون اعطالها كثيره وعم يكون اسعارها يعني كثير عاليه. فنحن هون لا بالعكس، المشروع اسعاره كثير منخفضه، عم تكون استطاعتها قوية، يعني استطاعتها بتعادل 10 أضعاف قوة العضلة البشرية. كل عضلة صناعية بتحمل أكثر من 25 كيلوغرام، لهيك جهازنا المؤازر الحركي بيحمل حوالي 200 كيلوغرام. الكورونا كانت المسيطر والملهم لعقول الطلاب في تنفيذ مشاريعهم، فقد ركزت مجموعة من المشاريع على ابتكارات وتطبيقات إلكترونية تساعد المرضى والكوادر الطبية على مواجهة وباء كورونا. مشروعنا هو عبارة عن جهاز طبي بيقيس نبضات القلب بدرجة حرارة الجسم، تمام؟ بيرسل هاي القيم عبر الانترنت تتخزن على موقع اسمه سينج سبيك. هذا الموقع بيقدر الطبيب يراقب المريض من خلاله، هيك يعني احنا بنخفف يعني الاحتكاك بين الطبيب والمريض. حاليا بس بيراقب درجات الحراره والقلب، بس احنا فينا كمان نضيف له مثلا حساسات مثل نقيس الاكسجه او الضغط، وكمان مثلا اذا جاوزت هي القيم قيم الحرجه بيرسل رساله عبر البريد الالكتروني بتتخزن للطبيب بيخبره فيها انه والله المريض مثلا عنده حاله معينه. مكونات الجهاز بشكل عام، عندنا لوحه اردوينو اونو، وعندنا شريحه واي فاي هي لحتى تبثلنا الواي فاي لحتى تنتقل البيانات عن طريقها، وفي عندنا حساسين، حساس نبضات القلب وحساس الحراره. حساس الحرارة بيقيس درجة حرارة الجسم بدها تكون حصريا نوعيته، يعني بيقيس حرارة الجسم لأنه في أنواع كتير للحساسات. ونبضات القلب كمان هي بنحط على النبض وبتوصلنا القيم مثل ما هي صحيحة 100%. مشاركتي بالمعرض هي عن طريق تطبيق باستخدام الذكاء الصناعي والتعلم العميق من أجل كشف حالة الإصابة بمرض كوفيد 19. طبعا استخدمنا بالتطبيق هون خوارزميات الذكاء الصناعي والتعلم العميق من اجل كشف حالات المرض. طبعا هذا التطبيق هو ارخص سعرا، اقل كلفه، وكلفه الزمنيه فيه اقل من فحص البي سي ار المستخدم حاليا. حتى الدقه فيه بكشف المرض هي بنسبه عاليه كثير كبيره، اكبر من حاليه بالبي سي ار. المشاركه هي عباره عن تصميم جهاز غزل كهربائي لتصنيع الياف بوليميريه نانويه. طبعا نحن موضوعنا عن تطبيق هي الالياف، اهم تطبيقاتنا نحن اللي بنشتغل عليها. طالما الالياف من اقطار من مرتبه النانومتر ممكن تفيدني انا بالفلتره، ممكن بفلتره الجراثيم او بفلتره المياه، تمام. نحن عملنا احد التطبيقات كمامه، تمام، تحوي على ليف. هذا الليف اختاره من مرتبه النانومتر ممكن انا تحجز لي الجراثيم او الفيروسات، من ضمنها فيروس كورونا اللي حاليا نحن عم نعاني منه، تمام. هي احد التطبيقات. تطبيق ثاني ممكن انا استعمله بفلتره المياه. في تطبيق ثالث مهم هو اللصاقات الطبيه، يعني ممكن نحن هاي الالياف نحمل عليها ماده دوائيه، تمام، بنحطها على الجلد تمتص مع الزمن، يعني بيمتصها الجلد بعد فتره من الزمن. يهدف المعرض لتطوير الاختراعات والابتكارات الطلابيه والتاكيد على استمرار مسيره العلم والعمل.